وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتور طارق محمد السندي، الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب. مساء الخير دكتور طارق، ونبارك لكم هذا الفوز للمرة الرابعة. وبودنا أن نعرف كيف تمكنت هيئة جودة التعليم والتدريب من تحقيق هذا الفوز، وما هي الآليات المتبعة لديكم؟ شكرا أختي على الاستضافة ومساء النور. وطبعا احنا فخورين في هيئة جودة التعليم والتدريب بفوز الهيئة بهذه الجائزة وللمرة الرابعة على التوالي. هذا طبعا يدل على نجاح الهيئة في تحقيق جزء من خطتها الاستراتيجية في الاهتمام بالعملاء والجماهير والتواصل معهم. هذا يحقق توجيهات الحكومة الموقرة بجعل المواطن هو الأساس لتقييم الخدمات اللي نقدمها والتغذية الراجعة حولها. وهذه الجائزة أختي العزيزة هي نوع من التحديث والتقدير الحكومي الأصيل المستمر اللي تقدمه الحكومة لمؤسسات الدولة لتحقيق السياسات الحكومية المعززة لحوكمة الأداء. وأنا طبعا اليوم أنتهز هذه الفرصة بتقديم جزيل الشكر والتقدير لجميع منتسبي هيئة جودة التعليم والتدريب، وخص بالذكر فريق عمل متابعة النظام الوطني للمقترحات والشكاوى تواصل على نجاحهم في تنفيذ مبادرات المستمرة لإنجاح هذا المشروع الهام، وهو ما يؤكد استمرارية عملنا احنا في الهيئة على هذه النهج بإذن الله تعالى. نعم دكتور طارق، هناك بلا شك اهتمام من القيادة بالمنظومة التعليمية والتدريبية في مملكة البحرين، لو تحدثنا عن هذا الجانب وكيف ينعكس ذلك على أدائكم وإنجازاتكم في الهيئة؟ لابد أختي العزيزة من الإشادة باهتمام القيادة الرشيدة بالمنظومة التعليمية والتدريبية في مملكة البحرين. اهتمام حضرة صاحب الجلالة ملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى صاحب السمو الملكي الأمير حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم، يشكل دائما دافع كبير لنا في الهيئة لتطوير مسيرة التعليم والتنمية في مملكتنا. هذا الاهتمام من القيادة حفظها الله ورعاها مكن الهيئة من بناء سمعة مميزة على المستويين المحلي والإقليمي والدولي، كونها بيت خبرة دولي في مجال جودة التعليم والتدريب. خبراتنا الوطنية في الهيئة صارت محط أنظار للعديد من الجهات الإقليمية والدولية للحصول على استشارات ودورات متقدمة في مراجعات أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية، وهذا ما كان بيتحقق لولا دعم قيادة الوطن ومجالس إدارات الهيئة ودعم مباشر من المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة، لدعم وتشجيع لنا لتأهيل الخبرات والكفاءات البحرينية اللي تعمل في الهيئة اللي بإمكانها أن تدير هذه المبادرات الوطنية الرائدة من مبادرات تطوير التعليم والتدريب في مملكتنا الغالية بكل كفاءة واحتراف ومهنية. نعم الدكتور طارق محمد السندي الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب، شكرا جزيلا لك.